اهلا بيكم في قناة ام يومي. لو دي اول مرة تشوفوني فانا بعمل وصفات حلو وحادق وكمان وصفات صحية. عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. النهاردة وصفتنا لعشاق القهوة. احنا هنعمل النهاردة تيراميسو، هنغير شوية في الوصفة الاصلية بس هنعملها احلى والذ بكتير، وكمان مش هنحتاج ان احنا نحط فيه بيض ني، احنا هنسوي البيض بتاعنا قبل ما نحطه في الوصفة. وخلينا نشوف هنعملها ازاي. عندي 4 صفار بيض، حط عليهم 90 جرام سكر، ستين ملي لبن. انا هجمع لكم المقادير في اخر الفيديو بالجرام وبالكوباية. هقلب الخليط ده كويس مع بعض، بعدين هحطه على النار وهفضل مستمرة في التقليب. هحط على نار هادية وهفضل اقلب فيه تقليب مستمر، علشان مش عايزة ان هو في اجزاء تتحرق ولا عايزين اجزاء البيض ينشف فيها، فهنفضل نقلب فيه باستمرار لغاية ما يبتدي مرحلة الغليان. اول ما يبتدي يغلي احنا هنطفي عليه، مش محتاجين اكتر من ان هو يسوي البيض بتاعنا بس في اللبن، وبعد كده هنشيله من على النار على طول. اهو زي ما احنا شايفين كده ابتدى يغلي معانا، هشيله من على النار على طول وهاجي اضيف له معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، علشان زفرة البيض تروح تماما ومش هنحس بالبيض في الوصفة ابدا. وفي نفس الوقت احنا كده استغنينا عن فكرة البيض الني اللي بتضايق ناس كتير قوي من التراميسو. وهحطه على جنب وهجيب عندي بولة تانية هحط فيها 240 جرام كريمة خفق باردة. وهضربها لغاية ما تتقل معانا وتوصل للمرحلة اللي احنا شايفينها مع بعض دي.
هضيف لها 500 جرام من الجبنة. أصل الوصفة بالجبنة الماسكربون، بس أنا هنا استعملت جبنة كريمي وكانت جميلة جدا ومخلية القوام كريمي جدا. هو الجبنة الماسكربون قريبة قوي من الجبنة الكريمي، فأنا هنا استعملت الجبنة الكريمي. اللي حابب بيستعمل زي أصل الوصفة جبنة ماسكربون مفيش أي مشكلة. هضربها مع الكريمة لغاية ما تختلط كلها كده مع بعض. هحط عليها خليط البيض واللبن اللي احنا حضرناه، واضربه معاهم. وبكده نبقى حضرنا الحشوة الكريمية بتاعة التراميسو من غير ما نلجأ لفكرة البيض الني ولا أي حاجة ممكن تضايقنا في الطعم، أو إن احنا نتضايق من فكرة بيض الني في الوصفة أو كده. احنا حلينا المشكلة، وأنا شخصيا محسيتش بالبيض تماما في الوصفة دي. اهو زي ما احنا شايفين قوام كريمي جميل جدا. دلوقتي هحضر خليط القهوة. عندي 240 ملي من المية، هحط عليهم 9 جرام قهوة سريعة الذوبان اللي هي النسكافيه، هحط عليها 35 جرام سكر وأقلبهم مع بعض. وهو ده بقى خليط القهوة اللي احنا هنسقي بيه البسكوت بتاعنا. هستخدم بسكوت السافيار الإيطالي، ونخلي بالنا ان هو بيشرب بسرعة جدا السوائل، فمجرد ان احنا نحطه في خليط القهوة دوت نحاول ان احنا ما نطولش علشان ما يبورش خالص ويتقطع معانا. اللي حابب ان هو يكون مش شارب قوي قهوة يعني يحطه على طول ويشيله، اللي حابب ان هو يكون لحد ما طري خالص يعني وشارب قهوة كتير ياخده على الوش ويقلبه مرة كمان وبس، مش اكتر من كده عشان هيتهري ويتقطع. لو حابين ان احنا نعمل وصفة السافويار دي مع بعض اكتبولي في التعليقات، وانا ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو ليها. انا هنا استعملت صينية مدورة اللي هي من غير قعر، مقاس 24، فاحتاجت حوالي 20 بسكوتة. لو حد هيستعمل صينية مستطيلة هيحتاج اكتر من كده، ممكن يحتاج 40 بسكوتة مثلا. فهنعمل طبقة من البسكوت، وبعدين هنحط طبقة من الخليط الكريمي اللي احنا حضرناه.
وبعدين هرص فوقها طبقة تانية من البسكوت بنفس الطريقة اللي عملناها. وهنصب باقي الخليط الكريمي بتاعنا فوق البسكوت. وهنسوي سطح الكريمة وبعدين هندخلها التلاجة لغاية ما نجهز الطبقة الجاية من التزيين. هنحضر 250 ملي كريمة خفق، احط عليهم معلقتين كبار سكر بودرة وتلات معالق كبار لبن بودرة، وهنضربهم مع بعض لغاية ما يعملوا كريمة متماسكة. الخطوة دي اختياري، يعني اللي حابب ان هو يضيف طعم غني اكتر للتراميسو وفي نفس الوقت طبقة تعتبر تزيين هيعمل الخطوة دي، اللي مش حابب هو التراميسو بيبقى الأصل بتاعه لغاية مرحلة الطبقة الخليط الكريمي اللي احنا حضرناه كده. نطلعه من التلاجة وهنبتدي نزينه كريمة الخفق اللي احنا حضرناها. انا هنا هزين الكريمة بشكل كور، حلقات من الكور كده جوه بعض. الشكل اللي قدامنا ده بعدين هرش عليها طبقة من سكر البودرة. وهرش فوق طبقة سكر البودرة دي طبقة من الكاكاو الخام. أنا هنا رشيت سكر بودرة علشان الكاكاو الخام هيديني مرارة إلى حد ما، وكمان عندنا القهوة كمان فيها مرارة، علشان بس إن احنا نضيف تحلية للوصفة بتاعتنا ما تبقاش مرة، بالأخص الناس اللي مش بتحب قوي طعم القهوة ممكن يحسوا إن الوصفة دي يعني ممكن تكون مش مناسبة بالنسبة لهم. أما بقى الناس اللي بتحب القهوة فالوصفة دي يعني هي دي بتاعتهم. بعدين هنحطها في التلاجة من 6 لـ 8 ساعات، او ممكن احنا نبيتها ليلة كاملة لغاية ما الجبنة تجمد والخليط بتاعنا كده يتماسك ونبتدي ان احنا نقدمها. انا هنا شلت الحلقة من عليها وهي متماسكة ومش سايحة. وصفة جميلة وتحلية حلوة جدا وخفيفة مميزة بقى، والناس اللي بتحب القهوة هتدوب بقى في التراميسو ده، أكيد
لعبتهم يعني وانا اولكو. هستنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة.